رسالة تحذير لكل لبناني ولبناني، وياني بتطلع على لبنان وشايفكم منيح منيح، افهموا، تذكروا شو صار باليمن بسبب الحوثية، وهذه الرسالة هي المهمة. اسألوا اليمن واسألوا كل يمني كيف طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي وصلوا لحد الحديدة وخبطوك خبطة أخشلن، وهاي الخبطة وهاي الضربة راح تكون بأضعاف الأضعاف الأضعاف لبيروت إذا أنتم ما عرفتوش توقفوا حزب الله، لأنه حزب الله كيف بدي أقولك إياها عم بمد إيده وبمد إيده، وراح يوصل وراح نوصل للنقطة اللي فيها يعني طفح الكيل، ولما بنوصل لنقطة طفح الكيل والله كل لبناني وخاصة في بيروت بضواحي حزب الله راح يبكوا وراح يبكوا مثل ما لازم. حذاري حذاري، لبنان مسؤولة، اللي عم بيصير بسبب حزب الله بيطلع من لبنان، انتوا المسؤولين.